بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الهداة المهمين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما إمامنا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا الوقت وعلى مسمع من أنين المستضعفين في غزة الصابرة، وعلى مرأى من جياع أفريقيا وبقية دول العالم، كان لابد لخبراء الأديان أن يجتمعوا ويقولوا كلمتهم، لأن الله جل وعلا سبق أن وعد المستضعفين في الأرض بمن يأتي لهم ويستنقذهم من كل ظلم وجور. وقد رأينا أن الفطرة البشرية تؤكد على هذا المعنى، حتى وجدنا أن الديانات البشرية بل حتى المذاهب الملحدة أكدت على أن مستقبل البشرية يتجه إلى منقذ بطريقة أو بآخر. قد تتعدد أسماء المنقذين بالنسبة إلى كل هؤلاء، يمكن للمسيحيين أن يسموه بعودة السيد المسيح، ويمكن لليهود أن يتحدثوا عن خروج المسيح المخلص، يمكن للأديان الهندية والصينية أن يتحدثوا كل بمقدار نصيبه في هذه القضية، ولكنهم كلهم يتفقون على نهاية واحدة، أي أن الأمل معقود بالمستقبل. هذا طبعا فضلا عن فرق المسلمين بأجمعها التي قد تختلف بالاسم، قد تختلف بالتفاصيل، ولكنها تتفق أن مهديا من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليه قادم لا محالة، وبيده سوف ينتهي الظلم والجور. ولذلك ولأول مرة في العراق يعقد المؤتمر المهدوي الدولي الأول بمشاركة من 17 دولة ومما يقرب من 110 باحثين ومتخصصين، بما فيهم بعضا من أخوتنا المسيحيين والصابئة، وبمعية علماء الطائفتين المباركتين. سينعقد هذا المؤتمر في يوم غد، صباح يوم غد، في قاعة الحمزة ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليهما في العتبة الكاظمية، بمشاركة واسعة من الباحثين والمختصين. وهنا أنوه إلى أن هذا المؤتمر ليس كأي مؤتمر، لن يكون فيه مشاهير بالضرورة، بقدر ما سيكون فيه باحثين ومتخصصين في الشأن المهدوي. وتأتي هذه القضية أيضا بسبب وجود جهلة حاولوا أن يتخذوا من القضية المهدوية سبيلاً لتغرير الناس والدخول إلى انحرافاتهم وإلى عقائدهم. ونحن في العراق كما بقية البلدان نعاني كثيراً من وجود هؤلاء الذين يستغلون عواطف الناس وأحاسيسهم تجاه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم لينفثوا بسمومهم من خلال بساطة وطيبة قلوب شعبنا وبقية الشعوب في نظرتها إلى أهل بيت العصمة والطهارة. ولذلك الأمل وطيد بأن المؤتمر سينتهي إلى نتائج مهمة للغاية. ولحد الآن البحوث التي قدمت تعطينا مصداقية لهذا الأمل، وترينا أن العلماء حينما يطلعوا بمثل هذه المهام يمكن لهم أن يقدموا دواء ناجعا وسبيلا مستقيما
إلى مسلمين وغير المسلمين في أن يسيروا باتجاه طلب الحق وطلب ظهور النور الذي يمكن له أن يزيح ظلمة وظلام وظلم البشر من أجل أن يعم نور العدل الإلهي على يدي المنقذ الموعود إن شاء الله. أهداف المؤتمر، ما هي أهداف المؤتمر على اعتبار المؤتمر الأول؟ المؤتمر سوف يناقش ثلاثة محاور. المحور الأول فيما يتعلق بطروحات الأديان والبشرية باتجاه المنقذ الموعود، وفي هذا المجال كما أشرت لدينا مشاركة جيدة ضمن ما أتيح لنا من وقت. حقيقة رتبنا المؤتمر على عجلة، لم يكن الوقت لدينا مفتوحا بشكل يمكن لنا أن نتواصل مع الجميع، لكن يمكن لي أن أقول أن من اشترك أو مجموع من اشترك يمكن أن يقدمون خلاصة عما يوجد في كل هذه الأديان وفي طبيعة النظريات في هذا المجال. طبعا أنا أشرت إلى أنه حتى الديانات حتى الفرق الملحدة هي تؤمن بالمنقذ الموعود. على سبيل المثال حينما تتحدث الماركسية وهي ملحدة عن المجتمع الشيوعي الذي سيعم فيه العدل وتوزيع الثروات بشكل عادل وما إلى ذلك، هم يتحدثون عن نفس الخلاصة التي تنتهي بنا في حديثنا عن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الرأسمالية حينما تتحدث وتبشر بأن الرأسمالية أو الليبرالية هي التي تقدم الحل للبشرية، نختلف معها في التفاصيل وفي المباني، ولكن أيضا نحن نتفق مع هؤلاء جميعا في أننا نرى سبيلا يؤدي إلى إنقاذ البشر في المستقبل. طبعا خلال هذه الفترة أنتم تعرفون أن الوضع السياسي في العالم، الوضع الاستراتيجي يتجه بخطى سريعة نحو حروب أكبر بكثير. الآن الحديث عن الأسلحة النووية وتجهيز الأسلحة النووية ما عاد خافيا في الأدبيات السياسية أو في التصريحات السياسية أو ما إلى ذلك. مشكلة الصين مع تايوان ومشكلة أمريكا مع الصين ومشكلة أمريكا في أوكرانيا وأوروبا في أوكرانيا كلها تنبئ عن مستقبل لن يكون مريحا إلى عموم الشعوب، بل لن يكون مريحا إلى العالم، وينبئ بشرور كبير. لذلك الحديث عن المنقذ الموعود تأتي له أهميته الخاصة، لذلك اعتبرناه المحور الأول الذي سيطلع به المؤتمر. المحور الثاني سوف يركز على المحاولات التزييفية التي مورست من قبل الطغاة ومن قبل القوى المنحرفة عن الصراط في هذا المجال، وحاولت أن تزيف فكرة المنقذ الموعود أو تحرفها عن المسار. يعني حينما يتحدث مثلا هيتنكتون عن أن مصير البشرية سينتهي إلى الرأسمالية، ويأتي من بعد ذلك فوكوياما ليتحدث عن أن مصير البشرية سوف يتجه إلى العولمة وما إلى ذلك، والعولمة هي التي سوف تكون مفتاحا لكل العدل وما إلى ذلك، هذه الأقوال ليست بعيدة في مسارها عما سعى إليه البريطانيون في وقت سابق حينما طرحوا وبشروا وساعدوا على وجود القاديانية ووجود البابية والبهائية ووجود الوهابية التي كلها أخذت الأطروحة المهدوية وجعلتها سبيلاً لغش الناس ولحرفهم عن المسار. أما القضية الثالثة فتتعلق بأن المؤتمرين سوف يبحثون في شؤون السبل والآليات التي من شأنها أن توطن الفكر المهدوي وفكرة المنقذ الموعود في الواقع الاجتماعي. بطبيعة الحال كلمات المؤتمر لن تستوفي هذا المجال، لذلك حولنا الأمور إلى ثلاثة لجان
هذه اللجان الأولى ستهتم في الجانب الفكري والعلمي، واللجنة الثانية ستهتم بمسألة التبليغ والتواصل الاجتماعي، واللجنة الثالثة سوف تكون معنية ببحث شؤون المرأة، الشباب، الطفولة، وكل ما يتعلق بالأسرة الصالحة التي يجب أن يوطن فيها فكر العدالة الإلهية بالطريقة التي تنبئنا به أطروحة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تحديد هذه الأيام هي اليومين للمؤتمر لها مناسبة معينة، ويعني لو مجرد يعني أيام هي صار زانت في هذا لا أيام لها وقع معين. لا شك ولا ريب أنها متصلة تماما مع المناسبات اللي موجودة. نحن نعتقد أن الغدير حينما عقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مجرد إعلان، ومشروع الغدير لم ينفذ. حاول الأئمة أن يطرحوه على الأمة ويجعلون الأمة تتمسك به وتدافع عنه وتلتزم به، لكن ما جرى للأئمة على يد هذه الأمة معروف جدا، ويكفينا أن نتذكر ما جرى للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن ما جرى لأمير المؤمنين ولغيره من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حينما تصل الأمور إلى منتهاها عند الأئمة لا يوجد للغدير إلا الموعود المتبقي من الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، باعتبار أن الغدير بشر به في القرآن من خلال الخيار الإلهي الذي طرحه الله جل وعلا قبل أن يقول لرسوله بلغ ما أنزل إليك. قدم للأمة خيارين: الخيار الأول هو أنهم إن التزموا سيأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، وإن لم يلتزموا سيتحولون إلى همل من الأمم، لستم على شيء بتعبير القرآن. هنا قدم الغدير كخيار إلى الأمة، لو التزمت به سوف ييأس الذين كفروا من دينكم وتتمم عليكم النعمة ويكمل لكم الدين ويرضى الله جل وعلا لكم التسليم لله دينا والتزاما. لذلك هنا حينما ينتهي أسبوع الغدير بهذا المؤتمر إنما يريد أن يذكر بأن للحسين بأن للغدير سبيل يأبى الله إلا أن يتمه، ولو كره الكافرون، لو كره المعاندون، أي كان هذا الوعد ارتسم بعد أن لم يتمكن الأئمة من جمع الأمة عليهم بسبب السياسات الظالمة التي تعرضوا لها. لم يتبقى إلا الرجل الذي يتفق أهل الإسلام جميعا بطوائفهم جميعها بأن هذا الرجل سيأتي لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. الآن الأرض ملئت ظلما وجورا ولا شك ولا ريب، ولذلك حينما نتحدث عن المستقبل الموعود الذي تنتهي فيه ظلامات البشر لا يوجد لدينا إلا الخيار المهدوي. لذلك شعار المؤتمر هو أن الغدير مهدوي الانتصار، أي أنه ينتصر بالإمام المهدي ويتحقق به. اليوم كان هنالك اجتماع للتحضيرات الأخيرة لمؤتمر المهدوي الدولي السنوي الأول، والذي سيقام في بغداد في العتبة الكاظمية المقدسة. هذا المؤتمر هو الأول من نوعه بحضور أكثر من 16 دولة ومشاركة أكثر من 104 باحث لطرح بحوثهم ومناقشة هذه البحوث حول هذه القضية التي تناولتها الأديان السماوية والمذاهب بمختلف أنواعها. اليوم سيكون هنالك بالتأكيد هذه البحوث ستضيف لمسة جديدة وستضيف إضاءة جديدة على القضية المهدوية. نأمل التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر إن شاء الله يوم غد. المؤتمر هو الأول من نوعه في العراق، وسوف يشترك فيه ممثلين عن 17 دولة. هؤلاء يمثلون الشيعة السنة بطائفتيهم السلفية والصوفية،
وأيضا سوف يشترك المسيحيون والصابئة، وهناك دراسات ستقدم عن مختلف هذه الفرق والأديان بطبيعة رؤيتهم، حتى الديانات الهندية، الديانات الصينية، والديانات القديمة فيما تحدثت به بشأن أن المستقبل البشري سوف ينتهي لصالح المستضعفين، وسوف تملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجورا. اللافت هنا أن جميع هؤلاء يتحدثون بتفاصيل مختلفة ولكنهم ينتهون إلى نتيجة واحدة، ولذلك نحن سوف نركز على هذه النتيجة الواحدة على قاعدة في أن نتجه إلى القاسم المشترك ونترك التفاصيل تبحث في المديات الداخلية أو ما إلى ذلك. تعالوا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة التي نتشارك فيها جميعا، وهي أن المستقبل الموعود سيكون لصالح رجل سوف يعمم القسط والعدل على البشرية بعد أن يملأها البشر بالظلم والجور.